65. جاي بفندم؟ 65. يعني ارفع تاني كبير ال 20,000 نقعد فيها، لو عايزين في حياتنا نتكلم على العلم وعلى راسي. على القهوة نطلع مع بعض. يبقى احنا دلوقتي عشان اللي بيسجل المؤتمر وحضرتك اللي تكليف مع راسي. بنخاطبهم الناس دول وبنجتمع معاهم وبنعرفهم. تمام. واحنا مستنيين كلها بالكامل بالاعلام بتاعتها وعمالنا ننطبق عليه شهور قبول زاوية الاعتماد. لكن خلال سنة وخلال سنتين. تعال حتى رؤيتي ان هنشوف في المدارس. يبقى دول اللي هم قلنا في المرحله اللي هم الاعلى سنا شويه. يعني عندي مستقبلا